حرصا من وزارة التربية على تعويض الفاقد التعليمي للطلاب، البدء باستقبال الطلاب في الصالات التدريسية المجهزة بمئة جهاز كمبيوتر في مركز الباسل للتأهيل والتدريب في الكورنيش الجنوبي باللاذقية. نحن بلشنا مباشرة من بعد افتتاح السيد الوزير بتكليف كادر إداري بيتألف من مدير للقاعتين وفني صيانة لكل قاعة، وبالإضافة لأمينين سر لكل قاعة مشان تسجيل الطلاب والبرامج التدريسية اللي عم تنعطى والحضور والغياب بشكل عام. يعني فكرة مميزة للطلاب الذين لم يحصلوا على الفاقد التعليمي في مدارسهم في خلال هذه الفترة التي كانت منقطعة فيها الطلاب بسبب الظروف التي عانت منها سوريا، لهيك كانت الفكرة كتير رائعة ونشجع كل الطلاب يلتحقوا بهذه القاعة. حسب الصف وحسب البرنامج بالقاعة هون التفاعلية عم يلتحقوا طلابنا اللي تلاميذنا اللي بمركز الإيواء بزملائهم بغير مدارس هون بالقاعة لحتى يعوضوا فاقد التعليمي اللي راح بسبب العطلة اللي كان بسبب الزلزال. المدارس كلها كانت مغطاة بالكشف ومغطاة بال يعني في تواصل مع المدراء مع المعنيين، حتى نحن مع طلابنا تواصلنا. الفاقد التعليمي نحن كثانوية كان في مركز فاقد تعليمي عنا، افتتحنا مركز فاقد تعليمي للتاسع والبكالوريا. الفكرة جدا ناجحة، لو انه كانت بطيئة التعويض لكن بتعوض يعني نسبة لا بأس بها من الاشياء اللي راحت منهم خلال فترة العطلة اللي تعطلوها بالزلزال. فكرة كتير حلوة وناجحة، كتير استفدنا منها وممكن تتطور إن شاء الله. كانت تجربة كتير حلوة لما قدمنا بالكمبيوترات، إنه تجربة كتير حلوة نحن متعودين عليها، وطبعاً إنه كل عالمنا هيك متعود على الكمبيوترات. متابعة مستمرة للطلاب في كافة المراحل المدرسية واستخدام المنصات الإلكترونية لإعادة تأهيل الطلاب والاستمرار بالعملية التربوية.